الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. طبعا فريق النادي الأهلي بيواصل أكيد استعداداته لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري الأبطال يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله على ملعب رادس، والفريق اتدرب النهاردة برضو الصبح، تمرين كان طبعا أغلبه خططي استعدادا للمباراة. وكمان المدير الفني باتريس كارتيرون أعلن عن قائمة الفريق اللي هتسافر بإذن الله بكرة الصبح لتونس استعدادا لنهائي الأميرة الأفريقية اللي بإذن الله إن شاء الله يكون الفوز بلقب البطولة من نصيب النادي الأهلي. من جهة تانية برضو حرص دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على لقاء مجدولين الشارني وزيرة الشباب والرياضة التونسية بحضور السفير نجيب المنيف سفير تونس في القاهرة، وده طبعا على هامش المشاركة في منتدى شباب العالم المنعقد دلوقتي في شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. تطرق طبعا اللقاء للكلام في عدد من الملفات المتعلقة بالعمل الشبابي والرياضي والتعاون في المجال ده ما بين البلدين، وكمان قش طبعا اللقاء ده الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا واللي هتجمع ما بين الأهلي المصري والترجي التونسي والمقرر إن شاء الله ليها يوم الجمعة اللي جاي على استاد رادس في العاصمة التونسية. أكيد طبعا العلاقة ما بين مصر وتونس قوية جدا في كل المجالات، علاقة النادي الأهلي وعلاقة الترجي التونسي بالأخص قوية لدرجة كبيرة جدا، مش بس ما بين الناديين أو على المستوى الرسمي، لا طبعا كمان العلاقة دي قوية جدا ما بين جماهير الناديين، وأكيد العلاقة دي هتكون بالتأكيد أقوى من أي حد يحاول إن هو يعبث أو يشعل الفتن ما بين الناديين أو ما بين الجماهير لنادي الأهلي ونادي الترجي التونسي أو حتى ما بين البلدين الشقيقين. هنناقش أكيد الكلام ده كله النهارده في حلقتنا وأخبار تانية كتير، وضيفنا النهارده هيكون الأستاذ محمد الشحات الناقد الرياضي في أخبار الرياضة. وأنتوا كمان برضو تقدروا تشاركوا معانا النهارده على مدار الحلقة من خلال صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. هنبتدي معاكم كالعادة بأهم عناوين حلقتنا النهاردة. الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز لتحقيق اللقب الإفريقي. كارتيرون يعلن قائمة الأهلي المتجهة لتونس لمواجهة الترجي. الأهلي جاهز للسفر لتونس غدا بالقوة الضربة استعدادا للترجي. رئيس وزراء تونس يطالب الترجي بحسن استقبال الأهلي. رقم قياسي جديد عاشور 150 مباراة أفريقية مع الأهلي. الأعلى للإعلام يصدر بيان بخصوص مباراة الأهلي والترجي. محمد يوسف تونس بلدنا الثانية وعلاقتنا بالترجي قوية. هنبتدي معاكم كمان باهم الاخبار واول ما المنشطات اللي اتقالت عن النادي الاهلي من امبارح للنهارده في الجرايد. الاهرام الاهلي يغادر لتونس غدا استعدادا لاياب نهائي دوري الابطال، يوصف علاقات الناديين تاريخيه ولن نسمح باثاره الفتن والفائز باللقب عربي. الأخبار الأهلي جاهز للسفر لتونس غدا بالقوة الضاربة استعدادا للترجي، التركيز سلاح كارتيرون للتتويج باللقب ويوسف يؤكد على الاحترام المتبادل مع المنافس. الأخبار رئيس وزراء تونس يطالب الترجي بحسن استقبال الأهلي، الأمن التونسي يوافق على حضور 60,000 متفرج لمباراة إياب النهائي الأفريقي. الجمهورية التدريبات مغلقة في رادس، الخطيب يؤجل علاجه ويترأس البعثة لتونس. المسا من أجل اللقب التاسع، الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز في التدريبات. بدستور تأمين الأهلي السفارة المصرية في تونس للأحمر ادخلوا رادس آمنين، 60,000 متفرج في مباراة الإياب، تشديدات أمنية في الفندق، محمود الخطيب يترأس البعثة ومحاولات لتجهيز فتحي. الأخبار المسائي الأهلي بيجهز الفريق يستعد لموقع ترادس وكارتيرون يستقر على الخطط البديلة. مجلة الأهلي بإذن الله في تونس 9 يوم 9 التتويج في رادس وإن شاء الله هنكسب.
قربنا والجمعة ميعاد فرحتنا. القارة الحمراء ترقص فرحا باقتراب عودة الأهلي للعرش الأفريقي. بطل أفريقيا يواجه الفائز من العين الإماراتي وبطل الأقيانوس. الأهلي يأمل في كسر عقدته مع مونديال الإمارات. مجلة الأهلي إكرامي قبل السفر لتونس، خبرات الأهلي كافية لحسم اللقب الأفريقي في رادس. عاشور مسمار خط الوسط، مباراة العودة صعبة والأهلي لن يفرط في الكأس. مجلة الأهلي رقم قياسي مصري وأهلاوي جديد، عاشور 150 مباراة أفريقية مع الأهلي. معاكم دلوقتي لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي عن النادي الاهلي، لكن الاول هنطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونرجع مره تانية لاخبار النادي الاهلي من على الجرايد ونروح لتفاصيلها، ونبتدي مع الاخبار. الاخبار قالت ان استقبل يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس امبارح، وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكره القدم، وحمدي المؤدب رئيس نادي الترجي وعدد من اعضاء النادي، وطالب الشاهد باعداد استقبال حافل لبعثه النادي الاهلي، وكمان منح الموافقه على حضور 60,000 مشجع لمباراه اياب نهائي دوري ابطال افريقيا المحدد دي ان شاء الله الجمعه اللي جايه على ملعب رادس. كمان الجمهوريه قالت ان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اجل سفره للامارات عشان الخضوع للعلاج، وده طبعا عشان يكون هو رئيس بعثه النادي الاهلي اللي هيسافر ان شاء الله تونس بكره يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهه الترجي التونسي اللي هيكون ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه في اياب الدور النهائي في دوري ابطال افريقيا. المقرر ان يسافر الخطيب خلال الساعات اللي جايه ان شاء الله للامارات، لكن هو ارجى طبعا السفر ده عشان يكون هو رئيس بعثه النادي الاهلي في تونس، خصوصا ان هو عارف قد ايه البطوله دي او المباراه دي مهمه جدا، وضروره تواجده بجوار الجهاز الفني واللعيبه في المباراه المصريه. كمان مجله النادي الاهلي قالت اذا كان الاهلي بيامل وبيحلم وبيقاتل عشان يرجع يشارك في اهم بطولات الانديه على كوكب الارض، وهي طبعا بطوله كاس العالم للانديه لكره القدم بعد غياب 5 سنوات، فهو بيسعى كمان لكسر عقدته مع البطوله اللي بيغيب عنها في كل مره بتقام فيها على ارض دوله الامارات العربيه الشقيقه. ده حصل ال3 مرات اللي اقيمت فيهم البطوله على ارض الامارات في سنة 2010 و2011 و2017، وطبعا بينتظر نادي القرن في أفريقيا تتويجه باللقب القاري 9 في تاريخه عشان يظهر للمرة السادسة في المونديال أو كأس العالم للأندية، بعد ظهوره 5 مرات قبل كده في نسخ 2005 و2006 و2008 و2012 في اليابان و2013 في المغرب، وبتقام النسخة 15 من البطولة في الفترة من 12 ل22 ديسمبر اللي جاي بمشاركة 7 أندية، بيتقدمها طبعا ريال مدريد الأسباني، وطبعا هو حامل اللقب في اخر نسختين من المونديال، وتشهد برضو النسخه المقبله الظهور الاول في المونديال لعدد من الانديه بيتقدمها العين الاماراتي المضيف، وكمان الاخاره المكسيكي بطل امريكا الوسطى، وكمان ويلينغتون النيوزيلندي بطل اقيانوس، وبيحل بديلا هو عن مواطنه اوكلاند سيتي صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات، وهم 9 مرات قبل كده شارك فيهم في المونديال. وفي انتظار طبعا معرفة بطل افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية. نروح برضو لمجلة النادي الاهلي لسه مكملين اخبار النادي الاهلي منها، اللي قالت ان اصبح حسام عاشور كابتن النادي الاهلي هو اول لاعب في افريقيا بيشارك فعليا في 150 مباراه في منافسات افريقيا المختلفه. عاشور قاد النادي الاهلي للظهور الثاني عشر في نهائي دوري ابطال افريقيا بعد ما فاز على وفاق صديق الجزائري في طريقه للقب 9. بدايه مشوار عاشور مع النادي الاهلي كانت لما تم تصعيده من الناشئين للفريق الاول لكره القدم، وكان وقتها الكابتن فتحي مبروك هو المدير الفني لتولى تدريب الفريق مؤقتا خلفا
البرتغالي تاني أوليفيرا، وشارك عاشور لأول مرة قصاد المنصورة في المنصورة، وده كان يوم 27 نوفمبر سنة 2003 في مسابقة الدوري. وبدأ حسام عاشور طبعا أنه يكتب تاريخه الأفريقي مع النادي الأهلي وهو عنده 19 سنة. كانت أول مباراة أفريقية لي يوم 22 يوليو 2005 قصاد آيكس كيب تاون الجنوب أفريقي، وشارك أساسي بجوار حسن مصطفى في المباراة دي، عشان طبعا كان وقتها في ظروف غياب لمحمد شوقي وكمان محمود شيكو وأحمد حسن استاكوزا. ومن التاريخ ده عاشور ما غابش عن بطولات أفريقيا المختلفة مع النادي الأهلي، قاد النادي الأهلي للوصول للنهائي للمرة التاسعة بواقع بطولة واحدة في الكونفدرالية، 8 نهائيات في دوري الأبطال. وبإذن الله إن شاء الله يحقق عاشور مع النادي الأهلي اللقب التاسع لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة اللي جاية في رادس. من استاد القاهرة بننقل إليكم نهائي بطولة أندية أفريقيا بين فريق النادي الأهلي وفريق كونوكو بطل غانا. هو الخطيب الخطيب هو بفاضة مفتوحة لبنك الشمال. إن شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة ويكرم لعيبة النادي الأهلي. كرة زادتين ويجي فوز، يا فوز فوز فوز، يفوز النادي الأهلي ببطولة أفريقيا لأول مرة. ودلوقتي هنروح برضو نكمل معاكم أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي لنادي الأهلي كارتيرون يعلن قائمة الأهلي المتجهة لتونس لمواجهة الترجي. كارتيرون يركز على التدريبات الخططية قبل السفر لتونس. بوابة الأهرام حمودي يشارك في الميران الجماعي للأهلي. اليوم السابع الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسدد الركلات الحرة في مواجهة الترجي. الوطن سبورت جلسات علاج مائي لأحمد فتحي في تدريبات الأهلي. موقع كرة الأهلي يحذر أزارو قبل نهائي دوري الأبطال. بوابة الوفد مران خاص لغير المقيدين بقائمة الأهلي الأفريقية. موقع جريدة الشروق التونسية جسامة يرفض إدارة إياب دوري الأبطال. بوابة أخبار اليوم الأعلى للإعلام يصدر بيان بخصوص مباراة الأهلي والترجي. بوابة الشروق محمد يوسف تونس بلدنا الثانية وعلاقتنا بالترجي قوية. إي بي أرينا الأهلي لن نسمح لشياطين الإنس إفساد العلاقة مع الترجي. نروح معاكم دلوقتي سريعا لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي من على مواقع الانترنت اللي طبعا بتخص النادي الاهلي، واكيد طبعا بتخص اللقاء الهام والمرتقب يوم الجمعه اللي جايه. نبتدي من الموقع الرسمي لنادي الاهلي اللي قال ان اعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي قائمه الفريق المتجهه لتونس استعدادا لخوض مباراه العوده قصاد الترجي التونسي يوم الجمعه اللي جايه. وضمت القائمه 22 لاعب هم في حراسه المرمى شريف اكرامي، محمد الشناوي وعلي لطفي، في خط الدفاع سعد سمير، سليف كوليبالي، صبري رحيل، أيمن أشرف، ومحمد هاني، باسم علي. وخط الوسط فيه عمرو السليح، حسام عاشور، كريم نادفد، أكرم توفيق، وإسلام محارب، وأحمد حمدي، وأحمد حمودي، وميدو جابر، وناصر ماهر. وفي خط الهجوم وليد أزارو، وليد سليمان، صلاح محسن، ومروان محسن. بالتوفيق إن شاء الله، يا رب إن شاء الله ربنا يوفق أبطالنا بإذن الله ويرجعونا بكاس البطولة. نروح الموقع الرسمي برضو لنادي الأهلي اللي قال ان الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في الاهلي بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون خصص فقره فنيه قويه في التمرين اللي اقيم النهارده الصبح على ملعب مختار التتش في الجزيره. وشهدت الفقره دي تقسيم اللعيبه لمجموعتين عشان يعملوا تقسيمه بطول الملعب بحارسي مرمى. وركز كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي على التدريبات الخططيه بالكوره في التمرين الاخير طبعا في القاهره قبل ما يسافروا بكره الصبح باذن الله لتونس، وده اكيد طبعا لمواجهه الترجي التونسي يوم الجمعه اللي جاي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. كارتيرون وقف في التمرين على اكتر من حاجه عشان يواجه طبعا لعيبه النادي الاهلي ويديهم برضو بعض التعليمات الفنيه الخاصه عشان ان شاء الله
يتوفقوا في اللقاء القادم. كمان بوابة الأهرام قالت أن شارك أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي في التمرين الجماعي واللي أقيم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة الترجي التونسي، المواجهة اللي هتقام يوم 9 نوفمبر على استاد رادس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. حمودي كان اشتكى من كدمة في رجله خلال مباراة الذهاب واللي أقيمت على استاد برج العرب وانتهت بفوز الفريق 3-1. كمان اليوم السابع قال ان خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي فقره للتدريب على ركلات الترجيح خلال تمرين الفريق الاحمر النهارده الاثنين على استاد مختار التتش، وشارك في الفقره كل لعيبه الفريق الاحمر المقيدين افريقيا قبل ما يسافروا تونس لمواجهه الترجي، وتحدد خلاص ضربات الترجيح في الفريق طبعا الفايز ببطوله دوري ابطال افريقيا في حاله ان المباراه دي انتهت بثلاث اهداف مقابل هدف واحد لصالح الترجي التونسي، وهي نفس طبعا النتيجه اللي حققها النادي الاهلي في مباراه الذهاب في برج العرب، وان شاء الله باذن الله ما نوصلش لكده ابدا، ما كناش محتاجين طبعا ان احنا نوصل لركلات الترجيح. كارتيرون عمل فقره خاصه لتسديد الركلات الحره عشان يعرف مين افضل المسددين قبل مواجهه الترجي التونسي. الوطن سبورت كمان قال ان خضع احمد فتحي ظهير ايمن فريق النادي الاهلي لجلسات علاج مائي على هامش تمرين الفريق النهارده الصبح، وطبعا اتاكد غياب خلاص احمد فتحي عن مباراه النادي الاهلي قصاد الترجي التونسي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا على ملعب رادس يوم الجمعه اللي جايه بسبب اصابته بتمزق في العضله الاماميه. موقع كوره كمان قال ان وجه محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي تحذير للمغربي وليد ازارو ومهاجم الفريق قبل مواجهه الترجي يوم الجمعه اللي جايه في اياب الدور النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا. وعقد يوسف جلسه سريعه مع ازارو النهارده عشان طبعا يطلب منه التركيز في مباراة الترجي وعشان يقدر ان هو يحقق لقب دوري الابطال، وطلب يوسف من ازارو عدم الالتفات لمطالب الاتحاد التونسي بايقافه بعد وقعة تقطيع التيشيرت اللي كان لابسه في مباراة الذهاب امام الترجي التونسي، والجدل طبعا المثار حول احتساب ركلتي جزاء للنادي الاهلي في اللقاء السابق. وحذر برضو محمد يوسف لاعب النادي الاهلي وليد ازارو من الادلاء باي تصريحات اعلاميه او حتى ان هو يتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل النهائي الافريقي. النادي الاهلي طبعا حقق الفوز على الترجي من الجمعه اللي فاتت بنتيجه 3-1 في اياب او في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، وازارو كان سبب في احتساب ركلتين الجزاء للنادي الاهلي خلال اللقاء. نرجع لبوابه الوفد، بوابه الوفد قالت ان خضع اللعيبه الغير مقيده في القائمه الافريقيه للنادي الاهلي لتدريبات بدنيه قويه تحت اشراف لندمان في التمرين بتاع النهارده اللي كان النهارده الصبح على ملعب مختار التتش. شارك في التمرين احمد علاء ومحمد شريف واحمد الشيخ بالاضافه للثنائي المقيد في قائمه الانتظار عمرو جمال وعمرو بركات. كمان موقع جريده الشروق التونسيه قالت ان كشف مصدر من داخل الاتحاد الافريقي لكره القدم عن الاستقرار على تولي الاثيوبي مملاك تسيما وييسا هو اسمه كده اداره مباراه اياب نهائي دوري ابطال افريقيا في ملعب رادس بعد اعتذار بكاري جسامه. واوضح المصدر بان بملاك هيكون هو الاقرب لاداره مباراه الاياب نتيجه لاعتذار بكاري جسامه والادار طاقم حكم الفيديو المساعد في مباراه الذهاب في برج العرب يوم الجمعه اللي فاتت. اتجهت النيه من البدايه ان يتولى جسامه اللي هو طبعا ادار نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والوداد في المغرب السنه اللي فاتت، وادار كمان بملاك ست مباريات في دوري الابطال خلال الموسم الحالي منهم مباراتين للنادي الاهلي قصاد منانا الجابوني وكمان وفاق سطيف، وكمان ادار مباراتين للترجي امام تاونشيب والنجم الساحلي. كمان بوابه اخبار اليوم قالت ان طلب المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام كافه الوسائل الاعلاميه خصوصا طبعا الرياضيه بان يتسم ادائها بالموضوعيه وبالروح الرياضيه وان يلتزم بالمسؤوليه المهنيه في تغطيه نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين النادي الاهلي والمصري والترجي التونسي، وشدد المجلس على ضروره تهيئه الاجواء لمنافسه شريفه ما بين فريقين عربيين عشان يكون النهائي الافريقي عرس كروي طبعا
بيسعد كل عشاق اللعبة في البلدين وكل الوطن العربي وفي القارة الأفريقية. وشدد كمان المجلس في بيان ليه النهاردة على ضرورة أن يتحلى كل عناصر اللعبة بالمسؤولية، خصوصا وأن اللقب هيكون عربي وأن أي فريق يفوز به هو فوز للآخر، وتأكيد طبعا على أن اللي بيجمع ما بين الفريقين أو بيجمع ما بين البلدين من علاقات هي طبعا علاقات محبة وأخوة، وأن التنافس على الألقاب الرياضية مش هيكون على حساب العلاقات الإنسانية والأخوة العربية، لا سيما المصرية التونسية اللي بتجمع طبعا ما بينهم من تاريخ طويل جدا، سواء أو سياسة أو رياضة. وده طبعا جه في بيان المجلس على خلفية اللي رفضته لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي التابعة للمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الناقد الرياضي فهمي عمر. وقدمت اللجنة دي تقرير للمجلس بتأكد فيه وجود العديد من المداخلات على القنوات الفضائية وتناولت أحداث مباراة النادي الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي طبعا بثلاث أهداف مقابل هدف واحد للترجي. أكد تقرير اللجنة أن المداخلات دي لم تلتزم بالمهنية أو بالمعايير المضبوطة للتحليل الموضوعي لفنيات اللعب، وتعرضت لقرارات الحكم الغمز واللمز ما بعد طبعا أو تسبب في انتهاج للمعايير المهنية وتغريبا طبعا للميول الشخصية. وده كمان حدث في قناتي الحدث والـ RTC وما ورد على لسان مقدم البرامج في قناتي الحدث والـ RTC من عبارات تؤدي للتعصب وتثير الفتنة ما بين الجماهير دون إدراك منهم لواقع تلك الآراء على جمهور الناديين في مباراة العودة المقررة ليها إن شاء الله يوم الجمعة الجاية. طيب دي طبعا كانت من أهم الأخبار، وطبعا لازم الالتزام بالقواعد والأخلاق المهنية يعني مش عشان أنت عندك انتماءات تانية تتسبب في مشاكل وتسبب في فتن زي ما قال أستاذ شريف شياطين الإنس. طيب دلوقتي هنروح لبوابة الشروق اللي قالت أن أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي على قوة العلاقة ما بين مسؤولين النادي الأهلي ونظرائهم في فريق الترجي التونسي. قال محمد يوسف في تصريحات تلفزيونية: لن نلتفت للتعصب، لابد أن نكون عقلانيين، فعلاقتنا قوية بتونس وأهلها. وقال كمان: تونس ومصر أشقاء فهي بلدنا الثانية، نحترم تونس وفريق الترجي وتربطنا علاقة قوية بالإدارة هناك. وقال كمان: بعيدا عن الكاف نتعامل بمودة مع فريق الترجي، لابد أن لا نعطي الأمور أكبر من حجمها. وقال كمان: في عام 2012 تم تكريمنا من الرئيس التونسي، وسوف نستقبل منتخب تونس بكل ترحاب وكل سبل الراحة عندما يواجه منتخبنا منتصف الشهر الجاري. أهلا بهم في مصر. كمان إيبي أرينا قالت أن أصدر شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي بيان بخصوص مباراة الأهلي والترجي التونسي الأخيرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال أستاذ شريف فؤاد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك: الشعب التونسي الشقيق من أجمل ما يمكن، وهو صاحب ثقافة منفردة وانفتاح فكري، وهناك خصوصية في علاقته بالشعب المصري. وواصل كمان وقال بأن علاقة جمهور النادي الأهلي بجمهور الترجي حدث ولا حرج، فهي نموذج رائع لما عليه جماهير كرة القدم. وقال كمان بأنه لن يسمح للمتربصين وشياطين الإنس بإفساد هذه العلاقة المميزة ما بين الجمهورين. من استاد القاهرة وأحداث اللقاء الهام بين النادي الأهلي بطل دوري شمال وادي النيل والهلال السوداني بطل جنوب الوادي. حسام حسن وبيلعب كرة العرضية الله، ربنا يكرمنا النهارده ويكرم لعيبه النادي الاهلي. وتلعب تاني طاهر ابو زيد وبينضمنا دلوقتي عبر الهاتف شريف شعبان زميلنا في قناة النادي الأهلي مراسل قناة الأهلي اللي كان موجود النهاردة طبعا في التدريب الصباحي على استاد مختار التتش. مساء الخير عليك يا شريف.
مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. عايز طبعا اطمن منك على الروح المعنويه لفريق النادي الاهلي، لطبعا الجهاز الفني والاداري واللعيبه عاملين ازاي، وعايز اعرف برضو منك اهم كواليس التدريب النهارده. يمكن لو كلمت الاول عن الروح المعنويه في النادي الاهلي من اول البوابه الى ملعب الكره، الكل متفائل، الكل عنده تفاؤل شديد على العوده من تونس بكاس افريقيا للمره التاسعه في تاريخ النادي. يمكن اللاعبين ادوا التمرين بكل حماس وبكل قوه، الالتحامات قويه جدا، الكل عاوز يشارك في هذا الحدث العظيم اللي ما بيتكررش كتير، الكل عاوز يعمل انجاز للنادي وطبعا انجاز شخصي للاعبين. يمكن التمرين بدأ في 9:30 صباحا، كان في قبليه يمكن محاضره سريعه من الجهاز الفني بقاده مستر كارتيرون والكابتن محمد يوسف وباقي الجهاز. يمكن كان في اطالات بعد هذا الاجتماع السريع، وبعد الاطالات بدأ مستر كارتيرون يركز على التشكيله اللي هيلعب بيها المباراه في تقسيمه صغيره في وسط الملعب. يمكن التقسيمه كانت تخصصيه اكثر منها، كل شويه كان وقف التقسيمه ويصلح الاخطاء، اخطاء المدافعين، اخطاء المهاجمين، اخطاء وسط الملعب. يمكن وقف التقسيمه كبيره جدا، وفي الاخر ختم هذه التقسيمه الصغيره بتقسيمه كبيره جدا تشبه المباراه، واشتغل عليها كتير جدا، ويمكن نال نصيب الاسد من التعليمات الكثيره. يمكن اللاعب محمد هاني ان كان على طول اول باول في تعليمات، خط الدفاع كان اول باول في تعليمات، وبعد التقسيمه الكبيره كان في تمرين على الكور الثابته، ضربات ركنيه، فوارات النادي الاهلي، ثم اختتم بفقره بضربات الجزاء تالق فيها بشده الحراس الثلاثه شناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي. يمكن ما زال تاهيل هشام محمد مستمر واحمد فتحي مستمر. يمكن هشام محمد اتاهل في ارض الملعب مع جايين، الحاله تتحسن يوم بعد اليوم، ولكن طبعا مش طبعا هشام محمد مش هيسافر مع الفريق. احمد فتحي يمكن عمل تدريبات في الجيم ثم اتجه لثاني يوم على التوالي في حمام السباحه، وادرى تدريبات في حمام السباحه، ولكن طبعا زي ما توقعت بالامس ان هو برده مش هيسافر مع الفريق. يمكن تدريبه مش هيسافر مع الفريق، لا يعني مش احمد فتحي مش منضم مع القائمه المسابقه يعني. لكن هيسافر، دي حاجة بقى تانية. مؤمن أعلن إن هو هيسافر، أحمد فتحي أعلن إن هو هيسافر، دي حاجة تانية، لكن أنا بتكلم على البعثة الرسمية ال 22 لاعب اللي ليهم دور في هذه المباراة يعني. أكيد. طيب أنا عايز أعرف منك أكتر عن تفاصيل السفر بكرة، إمتى هيكون التجمع؟ هيتقابلوا فين في النادي الأهلي؟ هيروحوا على طول على المطار وهيتجهوا بقى إن شاء الله على تونس؟ إيه اللي هيحصل؟ يمكن الطيارة الساعة الثامنة والربع صباح، الساعة الثامنة والربع صباحا، يمكن التجمع الساعة 6 وربع. اللي عاوز يروح على المطار مسموح له يروح على طول، اللي عاوز يجي النادي الاهلي مسموح له، يعني الخيارين موجودين مع التنسيق مع الجهاز الاداري اللي بيستعيد حاجة للظروف. يمكن الناس تشتغل كل احترافيه شديده جدا، في معظم السفرات اللي فاتت كله كان بيفضل انه يروح على المطار على طول. فالسفر هيكون طبعا بكره في الصباح. يمكن في تمرين غدا في تونس الثلاث والاربع تمرينتين زي ما الاهلي متعود، ويوم الخميس التمرين الرئيسيه، وباذن الله يوم الجمعه يكون مجهود اللاعبين ودعوات المصريين كلها يا رب ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله المره التاسعه في تاريخه. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان موجود النهارده في التدريب الصباحي على استاد مختار الكتش. في احراز الكاس للرجال الغاليه ليتحقق لمصر ان شاء الله انتصارا رياضيا عزيزا. النادي الاهلي صاحب الارض والملعب والبطوله باذن الله. فاروق يلعب كره عرضيه، فاروق عرضيه عاليه وبيحطها سقف الزمان. سيد عبد الحفيظ، سيد عبد الحفيظ، والله سي السيد. خالد دخل الدين ويعوض مرتاح. محمد فاروق خالد ضرب بيبو الله. هقول كمان، هقول كمان مبروك لمصر. مشاهدينا دلوقتي ميعادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. اهلا وسهلا ومرحبا
بكم نهائي بطولة افريقيا بين العملاق النادي الاهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ونوصل معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والأخبار العالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع أبو ريدة يجتمع بالأندية اليوم لمناقشة التعديلات على نظام المسابقات. فيتو اجتماع ودي يحسم منصب النائب لأحمد شوبير في الجبلية. سوبر كورة صحفية إسبانية أجاري يخضع للتحقيقات من قبل القضاء الأسباني. البوابة نيوز فيكتور جوميز حكم لمباراة مصر وتونس. الفجر طاهر محمد طاهر لن أكون ضيف شرف في المنتخب وأرغب في الاحتراف. جريدة الوطن مهاجم الداخلية لأجاري أرجوك امنحني فرصة في المنتخب. في الجول كاف يحجب التصويت لاختيار التشكيل الأمثل لأفريقيا ويلغي جائزة أفضل نادي داخل القارة. الوطن سبورت صلاح مرشح للمنافسة على 3 جوائز بحفل الكاف. جريدة الأهرام فييرا يرفض الراحة في الإسماعيلي. المصري اليوم الاتحاد السكندري يجدد الثقة في حلمي طولان. بوابة أخبار اليوم محمد صلاح يرفض مغادرة ليفربول لهذا السبب. سكاي نيوز سبلتي لو اقتدينا ببرشلونة سنخسر 18-0. آس جاتوزو ميلان استحق الفوز وهيغوين قد يلحق بمباراة اليوفنتوس. سبورت 360 لويس سواريز يتفوق على هجوم ريال مدريد بأكمله. كرة تأجيل يطارد السوبر الإيطالي بين اليوفنتوس وميلان. نروح معاكم دلوقتي لتفاصيل أهم الأخبار ونبتديها بالأخبار المحلية. هاني أبو ريدة ده من على اليوم السابع. هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة هيعمل اجتماع النهاردة مع اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية للجبلية وبتضم الثلاثي عمرو عبد الحق وهرماس رضوان وعلي سليم رؤساء أندية النصر وبني عبيد وبني سويف لمناقشة التطورات والاقتراحات الخاصة بنظام المسابقات والتعديلات على الصعود وعلى الهبوط. وكانت طبعا الجمعية العمومية اتحاد الكرة اقترحت تصور في الاجتماع الأخير بينص على أن يضم الدوري الممتاز 18 فريق ويقام من مجموعة واحدة كما هو في الدرجة الثانية، برضو بيقام من 3 مجموعات وبتضم 14 و 15 فريق على التوالي، والدرجة الثالثة بتضم 9 مجموعات كل مجموعة 18 فريق. وبخصوص الصعود والهبوط بيبقى الدوري ممتاز كما هو، هبوط 3 فرق وصعود 3 زيهم من الممتاز به، وبيهبط 4 بدل من 7 في الممتاز به من كل مجموعة. وفي الدرجة الثالثة هبوط 2 بدل من 4 فرق وصعود أوائل المجموعات مباشرة. كمان فيتو قالت ان شهدت الساعات القليلة الماضية اجتماع ودي ما بين الثلاثي احمد شوبير وسيف زاهر عضوي مجلس ادارة اتحاد الكرة ومحمود الشامي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق. وقال مصدر ان الاجتماع الودي ده كان عشان حسم منصب النائب لاحمد شوبير بالاضافة لانهاء ازمات اعضاء الجمعية العمومية وتحديدا نظام مسابقة الدرجة الثانية. سوبر كورة كمان قال ان كشفت تقارير صحفية اسبانية عن خضوع المكسيكي خافيار اجيري المدير الفني للمنتخب الوطني واخرين لتحقيقات
من قبل القضاء الأسباني مجددا خلال شهر يناير المقبل في القضية الكروية الشهيرة المتعلقة بتهم فساد وحصوله على رشاوي خلال مباراة فريقي ليفانتي وسرقسطة سنة 2011. أسندت القضية للقاضي مانويل لوبيز، حيث يتم حاليا الانتهاء من الأوراق المتعلقة بالنواحي الإدارية قبل البدء في سماع أقوال المتهمين البالغ عددهم ما يزيد عن 40 شخص، وعلى رأسهم أجاري واللي كان طبعا بيعمل وقتها مدرب لفريق ليفانتي. وكانت تقرر برضو أن تقوم الدائرة السابعة بمحكمة الجنايات الأسبانية بفالنسيا في نظر القضية خلال الفترة المقبلة. وأوضحت التقارير أن ختيار أجاري وآخرين سيخضعون للتحقيقات من جديد بعد فتح القضية، في ظل طبعا إصرار مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ورابطة الأندية الأسبانية على إيضاح الحقيقة وتوقيع العقوبة الكاملة على المتهمين، والتي قد تصل في الدعوة التعويضية ل 2.9 مليون يورو بالإضافة لحبس الجنائي الممكن يوصل لأربع سنوات، بخلاف العقوبة الكروية المتعلقة بإيقاف المتورطين بالكامل عن ممارسة كرة القدم أو أي نشاط تاني بيتعلق بها لمدة 6 سنين كاملة. ربنا يستر. كمان البوابة نيوز قالت أن قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز لقيادة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب تونس المقرر لها يوم 16 نوفمبر الساعة 6 مساء، وده يكون ضمن طبعا فعاليات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة في الكاميرون. كمان الفجر قالت ان طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولين العرب اتكلم قد ايه هو سعيد ومبسوط بالانضمام لاول مره لقائمه منتخب مصر، وقال كمان طاهر ان الانضمام لصفوف المنتخب شرف كبير وانه تلقى خبر اختياره ضمن قائمه المنتخب من زمايله، وقال كمان ان هو لا يريد ان يكون ضيف شرف في المنتخب وهيبذل اقصى جهد عنده عشان يكون متواجد في كاس الامم الافريقيه في الكاميرون. كمان في الجول قال ان اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يوم الاثنين تفاصيل جوائزه اللي هيمنحها كل عام للافضل داخل القارة، وطرح الكاف جائزة جديدة خاصة بافضل هدف في العام ويختارها الجمهور عبر التصويت في وسائل التواصل الاجتماعي، ومعها جائزة افضل نادي داخل القارة واللي كان الوداد المغربي اخر الحاصلين عليها، ولغى الكاف تصويت الجمهور لاختيار التشكيل المثالي للقارة. عوضا عن ذلك هيعمل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين هيحدد افضل 11 لاعب افريقي. الباتن سبورت كمان قال ان اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن تفاصيل اختيار جوائز الافضل اللي هيقدمها عن العام الجاري 2018 في حفل يقام في العاصمة السنغالية داكار يوم 8 يناير اللي جاي، ومن المنتظر ان يدخل المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي في المنافسة على 3 جوائز، وهي افضل لاعب في العالم، هدف العام، وتشكيل العام، افضل 11 لاعب في العام. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي شدد على رغبته في الاستمرار مع فريقه الإنجليزي وأنه مش بيفكر في الرحيل لأي فريق تاني، وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح رفض التفكير في أي عروض خصوصا من ريال مدريد الأسباني، وأن اللاعب بيسعى أن هو يواصل مسيرته مع ريتس وبإمكانه أن هو يحقق العديد من الألقاب داخل قلعة أنفيلد رود. وقالت كمان أن صلاح أبدى عشقه لليفربول من خلال تصريحاته الأخيرة واللي أكد فيها عشقه لكيان النادي ورغبته في الاستمرار جوه صفوفه لسنين جاية. وقال كمان محمد صلاح أن هو بيأمل في تحقيق الدوري الإنجليزي مع ليفربول خلال الموسم الحالي 2018-2019، وكمان بيتمنى أن هو يحصد لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول. وقال كمان أن هو بيتطلع لتكرار ما فعله في الموسم الماضي لما فاز بجائزتين هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. نروح معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، وطبعا دايما بنتابع فيها أهم وآخر اللي قاله نجوم الكورة على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. هنبتدي دلوقتي معاكم مع الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك، والأحيت طبعا ذكرى رحيل الفريق عبد المحسن مرتجي رئيس النادي الأهلي الأسبق، ونشرت صورة ليه وكتبت
استحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل رجل الحرب وكرة القدم عبد المحسن مرتجي الرئيس التاسع للنادي الأهلي وأحد أهم رموز النادي الأهلي عبر تاريخه. كمان نشر المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر صورة لوالده في ذكراه وكتب: مرت 5 أعوام على رحيل أعظم وأحن أب، علمني معنى الأخلاق والقيم ورباني على احترام الصغير قبل الكبير، تعلمت منه الكثير، ومنذ رحيله فقدت السند والمشورة، ستظل في قلبي وسيظل اسمك وسام على صدري وحمل كبير على كتفي كي أحافظ على قدره في زمن بات فيه الصوت العالي والانفلات الأخلاقي هو الغالب. نروح لصفحة الكافة على تويتر واللي كتبت عن نهائي دوري الأبطال ما بين النادي الأهلي والترجي التونسي: أحيي روح المنافسة الشريفة، تنافس باحترام واربح بشرف. كمان أحمد حجازي لاعب وسط بومات شاردن الإنجليزي احتفل على انستجرام بعيد ميلاد ابنه الصغير آدم ونشر صورة لي وكتب: عيد ميلاد سعيد أور ليتل مونكي. كمان نشر أحمد حسن كوكا صورة على الانستجرام من مباراة فريقه الأخير أولمبياكوس اليوناني قدام أريس سالونيكا في الدوري اليوناني واللي انتهى بفوز أولمبياكوس بهدف أحرزه كوكا وكتب: مباراة صعبة أمام فريق قوي ولكن فرضنا شخصيتنا منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، سعيد بالعودة وبإحراز الهدف. كمان من الأسطورة الأرجنتيني مارادونا فنشر صورة على الانستجرام وكتب: جاهز لتناول العشاء اليوم 5 نوفمبر لصالح ضحايا إعصار ويلا بولاية سينالو المكسيكية، أدعوكم جميعا للمشاركة في هذه القضية النبيلة. كمان نشر ديان لوفرن لاعب ليفربول الإنجليزي صورة مع ابنه على الانستجرام وهما بيعملوا نيو لوك جديد لشعرهم وكتب: Like father, like son، الابن زي الأب. كمان نروح بقى معاكم لفوز المان سيتي الكبير امبارح على ساوثهامبتون 6-0 في البريمير ليج او الدوري الانجليزي واللي طبعا رجح بيه لتصدره للمسابقه، ونشر صفحه او نشرت صفحه رسميه للمان سيتي على تويتر صوره لباب جوارديولا المدير الفني وكتبت: صباح الخير، صباح الانفراد بالصداره، صباح السيتي. كمان سيرخيو أجويرو نجم المان سيتي على تويتر نشر صورة من المباراة وكتب: سعيد بالفوز وبإحراز الهدف رقم 150 ليا في البريمير ليج مع هذا النادي العظيم، أشكر كل الفريق والمشجعين على دعمهم، نحن في طريقنا لتحقيق المزيد. كمان نشر لروي ساني نجم المان سيتي واللي أحرز الهدف السادس في الدقيقة 91 من الماتش صورة على الانستجرام وكتب: الأحد الرائع بملعب الاتحاد. في الدوري الإنجليزي برضو فاز تشيلسي على كريستال بالاس 3-1 ونشر الفرنسي نيكول كانتي لاعب البلوز صورة على تويتر من المباراة وكتب: انتصار مهم لتشيلسي الليلة. نشر كمان البلجيكي أرن هازارد على الانستغرام صورة لي وكتب: أسبوع قاسي من التدريبات، عظيم أن نعود اليوم، أحسنتم يا فتيان. نشر برضو ألفارو موراتا واللي أحرز هدفين على الانستغرام صورة لي من المباراة وكتب: عمل رائع، فوز كبير على ملعبنا وسط جمهورنا، سعيد بالعودة للتسجيل مرة تانية. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونستقبل ضيفنا النهاردة أستاذ محمد الشحات الناقد الرياضي في أخبار الرياضة. رجعنا سريعا لازم مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومعنا دلوقتي مشرفنا في الاستوديو استاذ محمد الشحات الناقد الرياضي في اخبار الرياضه. مساء الفل على حضرتك. اهلا، مساء الخير عليكي وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي، القناه اللي كل يوم بالفعل بتاكد قدرتها على انها تجذب اعداد غفيره من جماهير الرياضه سواء المنتميين للاهلي او غير منتميين للاهلي بما تقدمه من موضوعات شيقة وتمتاز بالصدق المهني، وده شيء من الأشياء اللي الواحد لازم يحيي قناة الأهلي على هذا الأداء. مشكورك جدا يا أستاذ محمد. خلينا نتكلم طبعا عن الحدث الأهم اللي ما فيش صوت بيعلو عليه
الحدث القادم يوم الجمعة اللي جاي على ملعب رادس النادي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، شايف اللقاء ده إزاي؟ وهل عندك تفاؤل إن إحنا إن شاء الله هنفوز باللقب التاسع ونرجع بالأميرة السمراء؟ والله التفاؤل موجود للكثير من المقومات والعوامل، يعني في أولاً معطيات للتفاؤل. أولا الأهلي أو لاعيبة الأهلي أو فريق الأهلي عودنا دائما ان هو في المواقف اللي زي دي بيبقوا لعيبه على قدر المسؤوليه، عندهم فعلا شعور ان هم بيحققوا احلام وطموحات الشعب المصري على اختلاف انتماءاته. وحصل اكثر من مره الاهلي حضر او يشارك في بطولات ومباريات صعبه جدا واستطاع ان هو يتخطاها. صحيح. الاهلي بيلعب المباراه كانها مباراه عاديه في اي بطوله بيلعبها. الاهلي تاريخه طويل ما شاء الله، يعني انتوا كنتوا بتتكلموا من شويه على كابتن الاهلي حسام عاشور لعب 150 مباراه افريقيه، يعني حاجه شيء رائع. فان شاء الله الاهلي بما يمتلك من لعيبه يمتلكوا امكانيات فنيه عاليه ان شاء الله يقدروا يحققوا ويعودوا بالاميره الجميله من رادس. وهم دائما الجماهير الاهلي دائما ولاعيبه الاهلي بيتفائلوا بملعب رادس. طبعا في ناس حاولت تسحب منهم هذا التفاؤل، ليه؟ اعتقد ان تفاؤل مشروع وحق مشروع. صحيح. للاهلي ان هو بس يبيه. حضرتك لو رجعت كمان لتصريحات الجهاز الفني لنادي الاهلي بقى، خصوصا كابتن محمد يوسف اللي كل شويه يقول لنا يا جماعه بطلوا نغمة رادس، ده ملعبنا احنا، كعبنا عالي هناك، المباراة اللي جاية دي بتاعتنا، انسوا الكلام ده تماما، ما تتفائلوش اللي فات حاجة او اللقاء كمان لقاء الذهاب ده حاجة واللقاء الاياب ده مباراة لوحدها او بطولة لوحدها. يعني احنا ما نفقدش الناس بعض الطقوس اللي تعودوا عليه، يعني انت تلاحظي ان ممكن واحد يقعد على كرسي معين ففريقه يكسب، او يقعد بطريقة معينة فريقه يكسب، او يلبس لون معين او بدله معينه او لون معين. يعني احنا نسيب التفاؤل ده شيء طيب، يعني احنا متفائلين، جماهير الاهلي ولاعيبه الاهلي متفائله بملعب رادس، وان شاء الله اليوم الجمعه في نهايه المباراه كل الجماهير المصريه هتحتفل بالبطوله التاسعه. لان في شيء مهم قوي غايب عن ناس كتير قوي، لما بيروحوا بطوله الانديه بطوله العالم للانديه دائما بيقرن اسم البلد باسم الفريق، بيقولوا ريال مدريد الاسباني، برشلونه الاسباني، مش عارف ايه البرازيلي، مش عارف ايه المكسيكي، هيقولوا بردك الاهلي المصري. فالاهلي رايح يمثل الكره المصريه في واحده من البطولات الكبرى الاهم اللي بينظمها الاتحاد الدولي. فطبعا كل الامنيات ان الاهلي يشارك في البطوله والمشاركه السادسه ويحقق لنا شيء يحرك المركز الثالث. وده طبعا يعني احنا كنا متفائلين جدا بالاهلي بلاعبته بجماهيره بان شاء الله نهني نفسنا. واكيد بقى التفاؤل ده جاي بعد نهائيات 2006 و2012، يعني جماهير النادي الاهلي نفسهم النادي الاهلي يحصل على البطوله بنفس الوقت. لا التفاؤل جاي من دائما الاهلي عودنا ان هو دائما بيلعب في ظروف صعبه، يعني في ظروف صعبه جدا. يعني مثلا كنت مع الاهلي في مباراه في الكونغو براسفيل اللي هو 2013، الوليد سليمان استطاع ان هو يجيب جون طلع الاهلي للدور النهائي. كانت كل المعطيات تقول ان الاهلي يعني هيتعرض يعني في صعبه هذه المباراه، ولكن استطاع الاهلي ان هو يخطف جون في معقل الفريق كونغو في مباراه هايله. يعني الاهلي دايما متعودنا على كده، وان شاء الله عندنا ثقة غير عادية في لعيبة الأهلي. من خلال بقى مشاهدتك للقاء اللي فات، لقاء النادي الأهلي والترجي التونسي في الذهاب على ملعب برج العرب، شايف إيه الخطورة اللي ممكن يشكلها الفريق التونسي علينا على ملعب رادس؟ طبعا الأهلي بيلعب البطولة دي في ظل ظروف شديدة الصعوبة بسبب الإصابات لعدد كبير من عناصره الأساسية. سواء الطرفين كنا عندنا امل ان احمد فتحي يقدر يلحق في هذه المباراه العوده، ولكن طبعا الظروف ما ادتش، وعندنا علي معلول غايب. فاعتقد ان فريق الترجي مش هيشكل خطوره اللي تهدد مرمى الاهلي بالشكل اللي يخوفنا، اذا احسن قلبي الدفاع سواء كوليبالي او سعد السمير او اللي هيلعب في نفس المركز ده احسنه
التصدي للكرات العرضيه، لان هم عندهم يعني يتميزوا بان هم بيستخدموا الكرات العرضيه. فتمنى ان الاهلي يستطيع ان هو يقفل المنطقه دي، وان الاجناب المدافعين الاجناب يبقوا مقفلين على اللاعب اللي بيحاول يعمل هذه الكرات العرضيه. اعتقد ان الاهلي لو استطاع في اول ربع ساعه في مباراه الترجي ان هو يمتص حماس الجماهير الغفيره اللي هم 60,000 يحضروا المباراه، اعتقد ان الاهلي ممكن يستطيع في الربع ساعه الثانيه ان يخطف جون وتغير كتير من معادله المباراه مع الفريق التونسي. صحيح. طيب وايه بقى خطوره النادي الاهلي على الترجي التونسي؟ شايف مين اللعيبه اللي ممكن يشكلوا خطوره في اللقاء القادم على الترجي التونسي؟ اعتقد ان وليد ازارو واقع تحت ضغط نفسي شديد. صحيح. وعايز يثبت ذاته، لان هو تعرض للاسف الشديد بعد المباراه لكم هائل من حملة جدا. فاعتقد صحيح. وبعد كده احسن محمد يوسف ان هو عمل معاه اجتماع موسع. صحيح. فاعتقد ان هذه البطوله طلب منه في الاجتماع ده ان هو لا يطلع اعلاميا ولا حتى يرد عبر السوشيال ميديا ولا يتكلم في اي حاجه، وكل تركيزه يكون رايح بس في المباراه القادمه. فانا اعتقد ان وليد ازارو، اعتقد ان وليد سليمان الكاس دي بتمثل له اهميه كبرى في حياته الكرويه. صحيح. نفسه يعني يرفع هذه الكاس. فاتمنى ان وليد يتوج المستوى الرائع الفني العالي اللي ظهر بيه بان هو وليد سليمان. ده يعني اكبر علامه استفهام دلوقتي في اللعيبه المصريين ولا في الكره المصريه ولا في الدوري. اختياره للمنتخب. ليه ما بيروحش المنتخب؟ والله وليد سليمان ناقصه ايه؟ ايه الامكانيات اللي ناقصاه؟ ايه في ايه؟ اغلب المديرين الفنيين الاجانب دايما بيبقى عندهم عند ودائما اللعيبه اللي بياخدوا يعني اهتمام اعلامي وضغوط اعلاميه ما بيحبوش يجيبوهم. لما يبقى في مدير فني مصري بيبقى اكثر عقلانيه من المدير الفني الاجنبي. وتكرر مع مش وليد سليمان بس، مع اكثر من لاعب كان متالق محليا او مع فريقه افريقيا، وكوبر او اي مدير فني ما كانش بياخده. فده شيء طبيعي. احنا يعني مش عايزين ندخل وليد في قلق. هو بس خلينا نقول برضو ان هو في الاخر اكيد حاسس ان عنده اكيد مشكله، يعني هو بني ادم يعني بشر يعني ليه ما بيتاخدش في المنتخب يا جماعه؟ هيجي الوقت ان وليد ينضم للمنتخب، وهيجي الوقت ان وليد يبقى احد الاوراق الرابحه في منتخب مصر، لانه حقه حقيقي. واحنا لسه عندنا كاس الامم الافريقيه، ان شاء الله يكون وليد سليمان احد العناصر الهامه، ويكون هو ده رده بقى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طب بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الاستاذ عصام شلتوت. مساء الفل على حضرتك يا استاذ عصام، منورنا كالعاده. اهلا يا شيما، انت اللي منوره، وصديقي واخويا العزيز محمد الشحات. ايه بقى المقاله الحلوه دي لوليد سليمان يا اجيري؟ خدها مني نصيحه. ما اصل الحكايه مش يعني فعلا انا مش قادر اقول بواخت، لان دي برضه عبارات لا تصلح في شان كره القدم مع نجم كبير. اخشى ما اخشى بس زي ما قلت في المقال ان يكون تعميم النزول بالسن يدفع ثمنه وليد سليمان او خاتم سليمان زي ما زميلنا وصديقنا يعني دايما بيقول عليه علاء عزت. وهو فعلا اصبح خاتم سليمان. يعني انا في حاجه نازله النهارده انه افضل خمس لاعبين في اخر 10 مباريات، فحد مكرر سنه وليد خمس مرات. يا جماعه ده منطق مهم. ثانيا وليد ما هواش كان في المنتخب وقت انجاز الكبار اللي منهم الحضري وفتحي واخرين طبعا. صحيح. طبعا مرحلتهم انتهت لتجديد الدماء. المنتخب يا عم اجيري يحتاج معلم الان بوجود حتى مو صلاح وكل الموجودين. انت معاك المعلم اللي ثابت، فما يكون الناتج المحلي انه يجي الرد يا شيما انه هناخده في مرحله اقوى. وفي اقوى من مباراه تونس الفارقه كرويا ان انت تقول له وليد انا شايفك. لكن الاقدار الكرويه على فكره ولدت عند وليد طموح الشباب. اولا وليد الكل يعلم كم دفع ثمنا لحب الاهلي، اسقط ربما ملايين قبل الانتقال للنادي. صحيح. وبالتالي صحيح. هو يبذل اقصى جهد مع شعار هو كمحترف كمان اهلاوي، وهو بني ادم هاوي يعني لو متفرد. وبالتالي هم بيتبعوا وليد لقمه الشحن، وده الحقيقه بيحصل مع نجوم كتير في العالم لما بتعجب فرصته في الوصول
لمراحل زي منتخب بلاده، خاصة لما يبقى معلم حقيقي مش بس يصلح انضمام، ده يصلح كمان للقيادة الفريق. صحيح. أخشى ما أخشى كمان أن هناك معلومات أن الرجل تصور أن وليد يتعدى 37 عام. هو ده الكلام اللي احنا سمعناه، ان هو اتقال له ان وليد سليمان ده مواليد 81. ما هو ده يا عمده خطا في 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 اظهار البيانات الحقيقيه اللي المفروض الاتحاد الكره يكون عنده مركز معلومات دقيق، يقدر المدير الفني لما يطلب معلومه تجيله معلومه موثقه، ما ياخدش حتى بكلام مساعديه، لا هو يطلب. بس برضه يا استاذ محمد حتى لو بيتاخد بكلام مساعديه، هل ده عن قصد يعني؟ يعني خلينا لو سمحتوا لي المساله بس مش فكرة الخطورة فيها، المدهش فيها كنت عشان تتجاوز نجوم قدموا لمصر وبالتالي أخذوا حقهم لتمثيل شعار بلدهم، يبقى اللي يدفع تمن ده إن أنت خايف لتقول إزاي ما أخدش أحمد فتحي وغيره وغيره فعشان أخد وليد، لأن وليد الآن وعلى مدى ثلاث مواسم على الأقل، صحيح، لم يكن خمس مواسم يستحق التواجد يا جماعة. هو في البيك يعني بتاعه دلوقتي. لا لا، ده هو في وقت التوهم، في وقت عمالقة السينما العالمية بس مثلا ككورة، وبالتالي صحيح. حتى بس يحترموا أن هناك مواطن ينتظر رد، مواطن مصري، لا أتحدث عن أن وليد من الأهلي أو غيره، لأنه فعلا ويطلعوا يقولوا يا أخوانا وليد لا يمكن أبدا أن احنا في المرحلة دي يكون حاضر معانا، لأنه الحقيقة احنا مش هنقدر عند سن مرحلة أربعة مواليد 84 يكونوا موجودين معانا. أرض لك وليد صلاح، كل التكريم لوليد صلاح، هذا هو شأن الجهاز الفني، واحنا بقى نختلف ونتفق ونحلل كميديا، صحيح. لكن ان هو يقول لي كلام يعني مش ممسوك، كلام زي الجيلي كده اللي كان بيدربنا زمان، بتقصد الجيلي اللي هو الاحمر ده الاصفر اللي هو مش ممسوك يعني، فيقول لك اصل وليد هناخده في مرحله اقوى، يعني ايه حضرتك؟ يعني ايه يعني ازاي؟ لكن اللي انا بقوله ان وليد دايما بيتالق في ظل حاجه تنادي لي، وكان لازم يعرفوا انه لما يكون شعار الوطن هيزيد تالقه، لكن كمان هم خلقوا له حافز جديد ليظل شابا حتى وهو في العام الرابع والثلاثين من عمره. صحيح، شكرا ليك، نورتنا مدير تحرير التنفيذي لليوم السابع الأستاذ عصام شلتوت، نورتنا في كلام في الميديا أستاذ عصام كالعادة. طبعا بنشكرك على المقال الجميل اللي انت كاتبه ده. وليد سليمان وجوده في المنتخب بقى مطلب جماهيري. على فكرة أعتقد إن شاء الله عودة الأهلي بالكأس من تونس، وهو طبعا خلاص أجيري أعلن القائمة، ولكن مش عايزين نقول إن ممكن يغير في شيء لو حد من اللعيبة تعرض لأي شيء لا سمح الله، ولكن أنا نفسي إن وليد ينضم انضمام طبيعي مش اضطراري، يعني الراجل يشوفه ويتأكد إن هو أخطأ في حقه. هو كل ده ما شافوش وما تأكدش، ماليش تاني كل ده يشوفه تاني، يشوفه إن شاء الله زي ما العمدة عصام شلتوت قال ان وليد في قمه توهجه ان شاء الله يتوهج في المباراه النهائيه ويبقى احد العوامل المهمه في فوز الاهلي، وعايزين اجيري يشعر بالذنب عدم اختيار وليد لمباراه تونس. يعني كان في تصريح لكابتن هاني رمزي مدير المنتخب، احنا عارفين قد ايه مستوى وليد سليمان دلوقتي كويس جدا، ولكن احنا مستنيين الوقت المناسب. هو ايه الوقت المناسب ده؟ من الواضح ان كابتن هاني رمزي دائما بيقع في حرج لاهلاويته، وممكن ما حدث اختيارات اللي كانت بتدار في المنتخب الماضي، المدير الفني بيحاول يعني ياخد قراره من دماغه، فنخليه ياخد قراره من دماغه ويرجع وليد سليمان بقرار من دماغه ان شاء الله بعد ما الاهلي يرجع ان شاء الله من تونس بالكأس القليل يا رب ان شاء الله. طيب طبعا الايام اللي فاتت دي كنا شايفين شحن غريب جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت في زي حرب قايمه بعد لقاء النادي الاهلي والترجي التونسي، يعني ومخاوف من السفر وخلوا بالكم واللي ما سافروش واللي لو سافرتوا وانتم المفروض تعملوا حاجه كده غريبه جدا سمعناها، وزي ما قلنا قبل كده ان دي من صنع بقى يعني ايه بلسه البني ادمين. اعتقد ان احنا البرنامج بتاعك اسمه كلام في الميديا، انا نفسي تعملوا برنامج اخر اسمه الكلام مش في الميديا،
للاسف الشديد في اشياء مالهاش علاقه بالميديا. وعلى فكره الجمهور المصري مش كده يعني. الاسماعيلي لما وصل لنهائي افريقيا كان في 120 الف بيحضروا مباراه الاسماعيلي وانجلبير. هل تعتقد ان 120 الف كانوا اسماعيلاوي؟ اكيد لا. جماهير مصر كلها كانت بتروح ورا اي فريق يصل الى نهائي افريقيا. صحيح. ولكن للاسف ايما ما كانوا بيحبوا الكره للكوره. وعلى فكره موجوده دلوقتي بس للاسف في يعني سرطان او في جراثيم حصلت في الساحه الرياضيه. صحيح. هي اللي عامله الجو ده يعني. انا فزعت ان بعد ما الحكم صفر مباشره الدنيا اتقلبت على الاهلي. يعني كان الاهلي ده يعني شيء غريب جدا. وفي مصر طب انتوا ايه اللي مضايقكم؟ يعني انا بشجع فريق مش طرف اللقاء ولا في البطوله اصلا ولا ليه علاقه. وفي الاخر في فريق تاني بينتمي لبلدي. على الاقل لو انا يعني مش ممكن ابدا يعني. انا حزين بس طبعا مش كل الفرق المنافسه مش كل جماهير الفرق المنافسه للاسف. لا طبعا مش الكل. في جماهير كتير قوي جيده وكلمت كويس عن الاهلي واعتبرت الاهلي فريق مصري بيمثل مصر. ولكن هو للاسف الشديد هناك سرطان موجود في الساحه الرياضيه المصريه هو اللي عمل كل هذه الاجواء اللي للاسف الشديد احنا ما كناش بنشوفها. يعني انا يعني كبير شويه في السن كان مباراه الاهلي بتنتهي بيجي يكن حسين مع مجموعه من لعيبه الاهلي وبيسخروا في السيده زينب. بعد كان لسه لاعبين الماتش يخرجوا من الماتش يقعدوا مع بعض ويسخروا. وعلى فكره ودي العلاقات اللي موجوده حتى ما بين اللعيبه دلوقتي. صحيح. يعني طبعا يعني اللعيبه دي كلها بتروح مع بعض المنتخب. بلاش كده. انت لو تلاحظي ان في عمليات نسب بين اللعيبه وبعضهم. صحيح. يعني طب ليه احنا ليه بقى الجماهير تاكل في بعضها؟ مش الجماهير على فكره. مش عايزين ناخد ندي الاحكام للجامعه. هي قله من الجماهير. صحيح. وفي ناس بيساعدوهم على ان هم يعملوا هذه الاجواء. العلاقه بين الاهلي والترجي علاقه جيده جدا. تاريخيه جيده. الاهلي يكسب الترجي يكسب في النهايه مباراه حتى على المستوى الجماهيري. واحنا لازم نتعظ بما حدث بعد مباراه الجزائر ومصر. صحيح. للاسف الشديد اللي ادى الى توتر العلاقات بين بلدين كان بعض برضك الناس اللي بتثير الفتنه فعلا. ويعني عملوا لنا ازمه قعدنا في سنوات عشان نعالج اثرها. صحيح. اتمنى ان المباراه تنتهي اي من فائز ان احنا نهنيه بالفوز. وان السرطانات اللي موجوده في الساحه الرياضيه يطلع فيه يعني 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 نفعل القوانين اللي موجوده ونقضي عليها. لان ده بيعمل على فكره مشكله اجتماعيه. صحيح. لانه النهارده ليه كده؟ يعني النهارده انت ليه بتشحن الناس بالشكل ده؟ الناس مش ناقصه شحن. انت مستفيد ايه؟ الناس مش ناقصه شحن. وهل انت مش مدرك انت ممكن تتسبب في ايه؟ يعني انا مش عارف يعني. يعني حضرتك شفت البيان بتاع المجلس الاعلى للاعلام عامل ازاي؟ واتكلم فيه عن قنوات بعينها، القنوات دي يعني فيها ناس انا مش عارفه يعني هم ما عندهمش درايه المهنه دي بيشتغلوها ازاي؟ انا بحيي الاستاذ مكرم محمد احمد والهيئه. صحيح. على وعيها لان هي فعلا يعني هي ده التحرك انها بتتحرك عشان لان احنا في ماتش تاني وفي اربع ايام او ثلاث ايام لسه قبل المباراه. وبرضك اللي بيسكب البنزين على بعمال مواصل فاتمنى يعني ان الناس تتعز. وبعد كده في قرارات وفي قوانين تقدر تمنع كل هذا الكلام. صحيح صحيح. طيب توقعاتك ايه للمباراه القادمه بقى؟ شايف باتريس كارتيرون هيخوض اللقاء ده ازاي؟ شايف هيلعب مباراه مفتوحه؟ هيكون متحفظ دفاعيا؟ يعني هل هيكون عايز ان هو يحافظ على النتيجه الايجابيه اللي احنا عملناها هنا في مصر على استاد برج العرب؟ شايف اللقاء هيكون عامل ازاي؟ اول حاجه يعني لازم نعترف ان كارتيرون ده من افضل المدربين الاجانب اللي جم في للاهلي. نتائجه اللي حققها نتائج جيدة جدا لحد دلوقتي جدا دلوقتي. افريقيا ومحليا وكل حاجة. هيغلق صفحة مباراة الذهاب تماما ويتعامل مع المباراة كمباراة يعني بين شوطين. الاهلي لعيبة الاهلي هتنزل في بداية المباراة في حالة تركيز شديد. هيسعوا جيدا الى امتصاص الحماس الشديد لجماهير تونس.
طبعا احنا نعرف ان تونس هتحتفل بعد الترجي يحتفل بعد فتره بمئويته، فهو طبعا عايز يتوج يحتفل بمئويته بهذا اللقب. صحيح، وده حق على فكره، حق مشروع، احنا أكيد. مش لازم نحرم الناس من حقوقها الطبيعيه يعني، ولكن اللي اعتقد ان كالترون ومحمد يوسف والجازي اللي معاه ومع اللعيبه ان شاء الله هيقدروا يديروا المباراه اداره ذكيه، بحيث ان في هناك مفاتيح لعيبة تونس. حظنا الطيب ان في اكثر من لاعب مؤثر هيغيب عن المباراه. صحيح، بسبب الانذار، ولكن اعتقد ان هذه مباراه لرمانات الميزان بتاعت الاهلي لخط الوسط، وهم هيبقى عليهم عبء شديد اذا كان حسام عاشور او السوليه. وطبعا اعتقد اختيار اديري للسوليه للانضمام للمنتخب هيديه شحنه يعني معنويه هايله، وان شاء الله يعني ان يقدر الاهلي يمتص الحماس بتاع لعيبه الترجي في اول ربع ساعه، ويبدا بقى يعني يعمل هجمات على مرمى الترجي، لان اعتقد ان حارس المرمى بتاعهم ماهوش بالصعوبه اللي ممكن اثاره وليد سليمان ولعيبه خط الوسط ممكن تقدر تعمل حاجه كويسه. يا رب ان شاء الله باذن الله. احنا سالنا الجمهور بقى، جمهور النادي الاهلي سالناه من امبارح للنهارده ازاي الكوره تكون وسيله تقرب الشعوب من بعض طبعاً. ما تبعدهمش عن بعض. فتعالوا نشوف جماهير النادي الاهلي قالوا لنا ايه من الفيسبوك. بيسو قال لي ازيك يا شيماء، اهلا بيك. لو في بس محبه واخوه بين الناس الكوره بتزيد من حب الناس لبعضها مش العكس. محمود السعيد بيقول بدون تعصب تتواجد الروح الرياضيه والاخلاق والعلاقات الطيبه، واكبر دليل ان هناك بطوله كاس زايد للانديه الابطال، فهي جعلت او تكاد تجعل الشعوب العربيه في تماسك وترابط مستمر. كمان احمد ابو سمره بيقول لازم تطوير لمنظومه الاعلام الرياضي المصري. ساجد الاهلاوي بيقول الروح الرياضيه والعلاقات الطيبه لازم تكون رقم واحد. محمد عبد الستار بيقول مساء الخير يا شيمه، الابتعاد عن التعصب واحترام الغير والتحلي بالروح الرياضيه هي اقرب وسائل التقرب وحب الشعوب لبعضها البعض. كمان مستر احمد بيقول مساء الخير عليك يا شيمه، كره القدم تصبح وسيله لتقريب الشعوب لما يكون في روح رياضيه وتنافس شريف، وانها مجرد لعبه للمتعه، وان كره القدم مكسب وخساره، ولازم كله يتقبل انه هيستفيد من التحكيم اوقات وهيتظلم في اوقات. كمان محمد المصري بيقول لازم يكون الكل عنده اخلاق وروح رياضيه بعيدا عن التعصب الاعمى، والكل يشجع بروح البلد الواحد. علي سليم بيقول مساء الفل عليكي، مساء الفل عليكي علي. لما كل فرقه تتقبل الهزيمه زي ما تتقبل الفوز، لما كل الفرق تتعلم من بعض مش عيب اني اقلد الناجح عشان انجح زيه، لكن العيب اني احاول افشله زي، والبعد عن التراشق بالالفاظ ما بين المسؤولين، لان ده بيولد الاحتقان ما بين الجماهير وتسبب في كوارث كتيره في تاريخ كره القدم. انت جبتي عينه عشوائيه من الجماهير. صحيح، حاسه ان فعلا ان يعني اغلبهم بيتكلم عن الروح الرياضيه، وان الكره دي انت عارفه، انت اصل الدورات الاولمبيه في العالم لما اتعملت في اللي هي الدورات الاولمبيه القديمه كانوا بيوقفوا الحروب. الحروب بتوقف في خلال فتره انعقاد الدوره، والشعله الاولمبيه بتقاد على جبل اولمبيك، وتظل العالم يمارس الرياضه. صحيح. وهو ده دور الرياضه، هو ده الرياضه ودور الرياضه، هي دي دور كره القدم. بالظبط. استاذ محمد الشحات الناقد الرياضي في اخبار الرياضه نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شكرا، وان شاء الله يعني بعد المباراه في مساء الجمعه نبعت لكم تهنئه يا رب باذن الله. ان شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5. يوم سعيد عليكم.